تحرص وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على تنظيم المعارض المتخصصة التي تسهم في التعريف بالخدمات والبرامج التمويلية الإسكانية. نعم، ويأتي معرض التمويلات الذي سينطلق خلال شهر فبراير الجاري ليقدم أبرز البرامج والتمويلات الإسكانية التي طرحتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. حلول مبتكرة تطرحها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بشكل دوري لتلبي من خلالها احتياجات المواطنين، وذلك من خلال إطلاق المعارض المتخصصة بالتمويلات الإسكانية ببرامجها المتنوعة لتتواصل عن قرب مع المواطنين وتقدم لهم المعلومات والتفاصيل الدقيقة. المعرض بشكل ملتقى يطلعون للقطاع العقاري والمواطنين نتيجة للنجاحات اللي تحققت في فترات سابقة. يعني خلال المعرض يعني كان عندنا مشروع نمسيان وغطينا 80% من المشروع خلال المعرض. في المعرض السابق كان في مشروع سهيل وغطوا تقريبا 90% من خلاله. الشركاء العقاريين حريصين انهم خلال هاي الفترة المعرض ايضا يجون بعروض جاذبة حق المواطنين من خلال تسهيلات، من خلال تخفيضات في رسوم او اسعار محددة. وتأتي إقامة الفعاليات والمعارض بشكل دوري ليكون لها دور بارز في التعريف بالخدمات والبرامج التمويلية الإسكانية، بالإضافة إلى إطلاق البرامج الجديدة والكشف عنها في كل معرض. المعرض العقاري اللي راح يتم في السيتي سنتر إن شاء الله في تاريخ 8/2 وبنكون مشاركين فيه، وهي فرصة جيدة لجميع البنوك وجميع المواطنين للاستفادة من العروض اللي بتكون نوفرها إن شاء الله، ونتطلع إلى توفير أفضل العروض للمواطنين ولهذه المشاركة. شاركنا في المعرض اللي فات تبع التمويلات الإسكانية. المعرض طبعا كان واجد مفيد إحنا يعني حقنا إحنا كشركة وحق بعد المواطنين، لأن يعني كانت فرصة واجد ممتازة لأن الزبون دايركت يلتقي بال طبعا يعني حصل العقار نفسه وفي نفس الوقت يروح حق البنك، فيعني كان يعني جمع بين شيئين مع بعض، بدل لا يعني انه يضطر يروح يسوي كذا مشوار، احنا نكون كلنا موجودين في مكان واحد ويحصل الإجابة دايركت. معرض التمويلات الإسكانية والذي سينطلق خلال فبراير الجاري سيحمل في جعبته الكثير من البرامج والخدمات التي ترتقي إلى تطلعات المواطنين. تأتي برامج الشراكة مع القطاع الخاص التي أطلقتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والتي ساهمت بشكل فاعل في توفير الآلاف من الخدمات الإسكانية للمواطنين خلال فترة زمنية قصيرة لتفتح آفاقا أرحب للحصول على بيت العمر. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.